وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة بسمة الصفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة. مرحبا بك دكتورة. وبداية، مملكة البحرين أجازت استخدام اللقاح الفرنسي المضاد لفيروس كورونا، هل لك أن تحدثينا عن كيفية عمل هذا اللقاح في التصدي لفيروس كورونا، وما هي الفئات العمرية المسموح لها بالحصول عليه؟ مرحبا، مساء الخير. طبعا تم مؤخرا إعطاء التصريح للاستخدام الطارئ للقاح فاليفا من الشركة الفرنسية. هذا اللقاح يعتمد تقنية الفيروس المعطل تماما، أي الغير حي، وتم إضافة مادتين مساعدتين لتعزيز المناعة المكتسبة منه، وقد تمت تجربته في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية مقارنة بلقاح أسترازينيكا، وأثبت بأنه لقاح لديه القدرة على تكوين استجابة مناعية مرتفعة بعد أخذ جرعتين منه، كما لم تسجل أيضا أعراض جانبية شديدة بعد أخذ هذا اللقاح بحسب البيانات المتوفرة من التجارب السريرية. اللقاح يعطى في جرعتين بفارق 28 يوما للفئة العمرية من 18 عاما فما فوق. هذا اللقاح يتيح فرصة أخرى لاختيار نوع آخر من اللقاحات المضادة المتوفرة لفيروس كورونا والمتوفرة في مملكة البحرين لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة. لا زالت حملة التطعيمات مستمرة بهدف رفع معدل المناعة المجتمعية للسيطرة وللقضاء على هذه الجائحة، وكما نجحنا في التقليل من أعداد الإصابات والإصابات الشديدة والوفيات، نتمنى السلامة للجميع والصحة على أرض هذه المملكة الطيبة. نعم الدكتورة بسمة الصفار، استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.